السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، أسعد الله أيامكم بكل خير ويمن وسعادة. أهلا وسهلا بكم في شاطئ آخر من شواطئ المملكة المغربية، شاطئ بنعيم، شاطئ يوجد في التراب جماعتي بنشتكا إقليم الجديدة، شاطئ مميز، شاطئ جميل جدا. هذه الطريق المؤدية إلى الشاطئ، وأنت قادم من مدينة أزمور، لاحظوا معي جمال الطبيعة والطريق الممتازة. نحن الآن نتجه إلى شاطئ بنعيم. على بركة الله ندخل إلى الشاطئ، ونتمنى لكم فرجة ممتعة إن شاء الله. لا تنسونيش بلايك وبالبارتاج. دمتم بخير، ونلتقي في الشرح المفصل حول هذا الشاطئ الجميل جدا. هنا مدخل الشاطئ. للتذكير أن شاطئ بنعيم له مدخل جميل جدا، وجود غابة مريحة وغابة جيدة. مرحبا بكم في هذا الشاطئ الجميل. الشاطئ كما تلاحظون محروس من طرف واحدة من الدرك الملكي، وتكون متواجدة خلال فترة الاصطياف لحراسة المصطافين. أترككم مع الشاطئ. ابقوا معي إخواني الكرام، لكم شرح مفصل حول هذا الشاطئ، شاطئ بنعيم. لا تنسونيش بلايك وبالبارتاج، دائما أبحث لكم عن الجديد وعن المتعة الجديدة إن شاء الله. بارك الله فيكم. لاحظوا إخواني الكرام، لاحظوا معي الشاطئ، شاطئ بنعيم من أروع وأجمل شواطئ إقليم الجديدة ما شاء الله.
النظافه، شساعه في الرمال، الامواج سبحان الله العظيم كانه امواج متكسره جدا. هنا هاد الشاطئ كيشبه شويه الشاطئ ديال الحوزيه، ولكن هذا الشاطئ هذا اجمل شاطئ في اقليم الجديد. كاين فيه واحد المساحه كثيره بزاف، وهنا كيجيو ليه بزاف اكثريه، كيجيو ليه الناس اللي عندهم اسر محافظه، عندهم اتساع فين غادي يعوموا على خاطرهم. كتلاحظوا معايا شاطئ نظيف، شاطئ جميل في هذه الاوقات هذه اللي جيت فيها انايا هنايا. كاينين الناس بزاف كيعوموا، تفاديت انني نصورهم، نحاول ندور الكاميرا جيتهم في هذه الاوقات، وسبحان الله العظيم كيعوموا هنايا. مشاهد جميلة جدا من هذا الشاطئ. نرصد لكم شاطئ آخر من شواطئ إقليم الجديدة، شواطئ رائعة. الحاجة المشتركة بين شاطئ بنعيم وشاطئ الحوزية هو وجود الغابة، كما قلنا وجود الغابة اللي كيستراحوا فيها الناس، وكذلك كيشتركوا في انه ما كاينش شي محلات اللي كيبيعوا الغداء ولا يبيعوا الماكله ولا يبيعوا شي حاجه. اللي بغى يجي لهذا الشاطئ هذا كيجي معاه الماكله ديالو، كيجي معاه الشغل ديالو. هنايا مسافه كثيره بزاف، مسافه يعني تساعل الاف من الناس هاد الشاطئ هذا. وهاد الشاطئ هذا راه قريب بزاف الازمور، وقريب الاثنين شتوكا، وقريب البير جديد. كيتواجد على الطريق الوطنيه 320، الرابطه ما بين ازمور و الدار البيضاء. طريق جميله حتى هي. هذا مشهد رائع، البحر في حالة جزر. إخواني الكرام، نتمنى إن شاء الله تكون هاد الفيديوهات اللي كنرصد لكم على الشواطئ تكون كتفيدكم، واللي كيفكر أنه يدوز شي أيامات ديال العطلة ديالو في البحر ويدوزها بأنه بحر مريح وبحر جميل، هاد الشواطئ اللي كنرصد لكم كلها جميلة جدا. بالنسبة لشاطئ بنعيم فهو شاطئ محروس من طرف الدرك الملكي، كاين مركز ديال الدرك الملكي في بنعيم، دايرين اسمه تابع لي الدرك الملكي شتوكا إقليم الجديدة، وكذلك محروس من طرف الوقاية المدنية بعين المكان. كان يوجد مركز للوقاية المدنية في عين المكان. لاحظوا إخواني، بحر مستوي وعجيب جميل، ما فيش صخور، رمال ديالو نقية، ما فيش أوساخ، ما فيش الربيع، ما كيخرجش شي حاجة خيبة. بحر جميل جدا. نتمنى ان شاء الله نكون افدتكم، نكون ان شاء الله قربت لكم الصوره. اما واخا نشرح بزاف ما غاديش نعطي الحقائق ديال هذا الشاطئ كامله. شاطئ جميل جدا، لاحظوا معي